أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث حسن، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. هذا الحديث لم يخرجه ابن ماجه في السنن مسندا من حديث أبي سعيد الخدري، بل رواه من حديثه الدارقطني في السنن، بل رواه من حديثه الدارقطني في السنن، وإنما رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وكلا الحديثين ضعيف. ويروى هذا الحديث عن جماعة من الصحابة لا تسلم روايات أحد منهم من ضعف، لكن مجموعها يتقوى به الحديث ويكون حسنا. وفي الحديث المذكور نفي أمرين، أحدهما الضرر قبل وقوعه، فيدفع بالحيلولة دونه، والآخر الضرر بعد وقوعه فيرفع بإزالته، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار أكمل من قول الفقهاء الضرر يزال، لماذا؟ نعم. أحسن. فالفرق بينهما شموله ما قبل الوقوع وما بعده، وتختص عبارة الفقهاء بضرر قد وقع. نعم.